ترأس صباح اليوم الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان بمقر خلوة مبروك السلام بقرية كلمي بمناسبة الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة لحافظات كتاب الله العزيز وعددهن 25 حافظة. كان ذلك بحضور مؤسس الخلوة وأولياء أمور الحافظات ولفيف من المدعوين عبد الرحمن آدم رحمة والمزيد. خمس وعشرون من الحافظات لكتاب الله العزيز هن من تخرجن من مركز مبروك السلام لتحفيظ القرآن الكريم بعد إكمال المدة المقررة لإتمام الحفظ، حيث استهلت المناسبة بكلمة مدير مؤسس مركز مبروك السلام والذي أعطى صورة عامة عن هذه الدفعة. نحتفل بتخريج 25 حافظة من بناتنا لحفظهن كتاب الله سبحانه وتعالى عن ظهر قلب، وخرجنا سابقا الدفعة الأولى والدفعة الثانية. تعليم البنات كتاب الله سبحانه وتعالى من الأعمال الجليلة. أعقبه في الحديث الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي ثمن على هذه الجهود المباركة التي تخدم الإسلام والمسلمين. نحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من حافظات كتاب الله سبحانه وتعالى، وليس لأول مرة نحضر في هذه البقعة ونشاهد من الحافظات. فنحن أولا نهنئ بناتنا الحافظات الكتاب الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن ثم فقد تم توزيع شهادات التخرج على الحافظات للقرآن الكريم كاملا والمتقنات بالإضافة إلى المتسابقات في الأجزاء المختلفة للقرآن الكريم. ونشير إلى أن هذا المركز تأسس منذ العام 2013 وتخرجت منه 44 حافظة لكتاب الله العزيز.